لإمام المغنين مزمور لداود. إلى متى يا رب تنساني كل النسيان؟ إلى متى تحجب وجهك عني؟ إلى متى أجعل هموما في نفسي وحزنا في قلبي كل يوم؟ إلى متى يرتفع عدوي علي؟ انظر واستجب لي يا رب وإلهي، أنر عيني لئلا أنام نوم الموت، لئلا يقول عدوي قد قويت عليه، لئلا يهتف مضايقي بأني تبعبعت. أما أنا فعلى رحمتك توكلت، يبتهج قلبي بخلاصك، أغني للرب لأنه أحسن إلي. مزمور 14 لإمام المغنين لداود. قال الجاهل في قلبه: ليس إله، فسدوا ورجسوا بأفعالهم، ليس من يعمل صلاحا. الرب من السماء أشرف على بني البشر لينظر، هل من فاهم طالب الله؟ الكل قد ضاغوا معا فسدوا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. ألم يعلم كل فاعل الإثم الذين يأكلون شعبي كما يأكلون الخبز؟ والرب لم يدعوا، هناك خافوا خوفا، لأن الله في الجيل البار. رأى المسكين، رأي المسكين ناقضتم، لأن الرب ملجأه. ليت من صهيون خلاص إسرائيل، عند رد الرب سبي شعبه، يهتف يعقوب ويفرح إسرائيل الليلويا. المزمور 13 قد تكون المناسبة اللي قيلت فيه الوقت اللي الله سلم فيه داود للتأديب والترك والتخلي، أيام ما صار عليه ابنه أبشالوم وقام وأخذ الملك منه. وقد يكون داود بسبب خطيته اللي عملها وبعديها التأديب اللي حصل بواسطة أبشالوم، حس بأن الله حجب وجهه عنه وأن الله تركه ونسيه، فصرخ بتلك الشكوى أو بهذا المزمور. بأن المزمور ده ممكن نقسمه 4 أجزاء. الجزء الأولاني شكوى بيشتكي ربنا: إلى متى يا رب تنساني؟ الجزء الثاني توسل إلى الله، بيتوسل لربنا وبيقول له: أنر عيني لألا أنام نوم الموت، لألا يقول عدوي إني قد قويت عليه. والجزء الثالث بيتكلم عن ثقة في ربنا، بالرغم إنه بيشتكي لربنا لكن فيه ثقة، بيقول له: أما أنا فعليه رحمتك توكلت. وده دليل الثقة في الله. والجزء الأخير هو شكر وفرح: أغني للرب لأنه أحسن إلي. فالحقيقة أن المزمور ده بيجمع متناقضات في الحالة النفسية اللي مر بيها داود، من أول شكوى وبيشتكي لربنا إلى توسل وتذلل أمام الله، إلى ثقة في استجابة ربنا، إلى شكر على تلك الاستجابة وهذا الإحسان اللي ربنا أحسن به إليه. فبيبتدي ب4 أسئلة استفهامية: إلى متى؟ بيكرر الكلمة دي 4 مرات في الجزء الأولاني من المزمور. لحد إمتى يا رب؟ استفهام، وفي نفس الوقت شكوى، وفي نفس الوقت توسل. كلمة إلى متى تعني الثلاث حاجات دول: بيستفهم لحد إمتى، وفي نفس الوقت شكوى بضيق وأنين من الظروف الصعبة والمذلة والتأديب اللي هو فيه، وفي نفس الوقت توسل لله انه ينهي هذه الظروف الصعبة. عشان كده هو مزمور لكل انسان متذلل امام الله، ولكل انسان حاسس ان ربنا نسيه. فوقع الامر ان كان داود بيقول لربنا: الى متى تنساني يا رب كل النسيان؟ او الى متى يا رب تنساني الى الانقضاء؟ يعني حد امتى هتفضل نسيني للانقضاء للنهاية؟
وده لسان حال كل واحد بيحس ان ربنا نسيه وان ربنا مش فاكره وان ربنا مش بيتعامل معاه. اذا كان ده حال الانسان فوافق الامر حال مغاير ومخالف، ومش دي الحقيقة. مش ان ربنا هو اللي نسينا، لكن اذا كنا حنقول الصيغة بالاسلوب الصح، الى متى يا رب انا نسيك، مش الى متى يا رب انت اللي نسيني، الى متى يا رب انا اللي نسيك. قد تنظروا الى الابن الضال لما ابتدأ يحتاج ويجوع ومش لاقي حتى الخرنوب بتاع الخنازير والظروف السيئة الصعبة والمذلة اللي هو فيها، كان ممكن يبص كده ويعاتب ابوه ويقول له لحد امتى انت نسيني، سيبني في الظروف الصعبة والبهدلة والخطية بتاعتي ليه؟ لكن في واقع الامر مش الاب هو اللي كان ناسي الابن، ده الابن هو اللي كان ناسي الاب. فهو ده حلنا مع ربنا كتير قوي، بنعاتب ربنا وبنقول للربنا انت نسينا ليه، لكن في واقع الامر احنا اللي نسينا ومش هو اللي نسينا. الى متى يا رب تنساني؟ والنسيان هنا ما هوش مجرد ان واحد حاسس انه منسي ومش متذكر او مش في ذاكرة ربنا. معنى رب انت نسيني بمعنى انك ما بتعملش في حياتي، ما بتشتغلش معايا، ما بتساعدنيش، ما بتدينيش. ده النسيان اللي مقصود بيه مش مجرد مشاعر عواطف، انت بس مش فاكرني، ما بتسألش عليا، ما بتسلمش عليا. لا، مش ده النسيان اللي بيقصده. النسيان اللي بيقصده يعني انت يا رب ما بتعملش حاجة في حياتي، سيب ظروفي زي ما هي، متعبي زي ما هي، خطاياي زي ما هي، ضيقاتي زي ما هي، مشاكلي زي ما هي. فالنسيان وانحجاب وجه الله في هذا المزمور بمعنى ان مفيش تقديم مساعدة وتقديم معونة لداود في حياته. فبيقول لربنا الى متى تنساني يا رب؟ كل النسيان يعني منسي خالص، منتهى التمام. وكأن الله منع كل تعاملاته وكل معونته وكل مساعدته وكل عطاياه عن هذا الانسان. لما بيحس الانسان انه بيصلي وبيطلب معونة او مساعدة او عطية من ربنا، وكأن ربنا حاجب وجهه، وكأن ربنا مش متذكر هذا الشخص، يقول له الى متى تحجب وجهك عني؟ اصعب احساس يحسه الانسان هو ان ربنا مدور وشه عنه. يعني المشكلة كوم، والتجربة كوم، والالم كوم، لكن هذا لا يساوي شيء تجاه ان الانسان يحس ان ربنا حاجب وجهه عنه. تعرفين لو في ألم في حياة الإنسان والإنسان متمتع برؤية ربنا، الألم ده إيه؟ ولا حاجة. لكن اللي بيتعب الإنسان فعلا هو إن يحس إن ربنا حاجب وجهه عنه. لما كنا بندرس في سفر أيوب شفنا أيوب ما كانتش البلاوي اللي صابته هي اللي تعباه، المرض ولا الفقر ولا المشاكل اللي حصلت ما كانتش هي اللي تعبت ايوب. لما جه بص الحاجات دي قال الله اعطى الله اخذ، ليكن اسم الرب ايه؟ مبارك. ان الرب اعطى الرب اخذ، ليكن اسم الرب مباركا. لكن اللي احزن ايوب واللي نخر فيه واللي تعبه انه ما كانش متمتع برؤية ربنا، لدرجة قال لربنا انت تحولت الى عدو، هل تحسبني عدوا لك؟ مش بس ان ربنا دور وشه عنه وما مش باصص له، لا ده حس ان ربنا كمان حطه كايه؟ كعدو ومستقصده. ده اللي تعب داود، وده اللي تعب ايوب، وده اللي بيتعب الانسان. الى متى يا رب تحجب وجهك عني؟ لحد انت يا رب مش متمتع برؤيتك؟ ده السبب الحقيقي والتعب الحقيقي في حياة الإنسان. إلى متى أجعل هموما في نفسي وأحزانا في قلبي؟
احتس بالنسيان كل النسيان، احتس بانحجاب وجه الله عنه، وبعدين احتس بالحزن والهموم تملأ القلب. اجعل هموما وحزنا في قلبي، مش هموما وحزنا في فكري بفكر فيها، لكن الهموم والحزن دول دخلوا القلب، شايل الهم وشايل الحزن، الافكار عمالة تجيب فيه وتودي. يا ترى ربنا رفضني؟ يا ترى ليا توبة ولا مليش توبة؟ يا ترى ربنا ممكن يقبلني تاني ولا ما يقبلنيش؟ يا ترى ربنا ممكن يتعامل معايا مرة اخرى؟ يا ترى ربنا ممكن يرد لي طهارتي؟ يا ترى ربنا ممكن يرد لي سروري؟ ده يقول ان الهموم والحزن دول صاروا معاه ايه؟ كل اليوم ليل نهار بيفكر فيها. يقول اجعل هموما وحزنا في قلبي النهار كله. ترجمة اللي معانا في الأدبية. تعرفين تملي الانسان ما يفكرش في النهار، في النهار يبقى ايه؟ مشغول بيشتغل وفي كلام ومقابلات وناس، لكن الهموم والحزن والافكار تبتدي تطلع امتى؟ بالليل لما يحط الانسان راسه على المخدة. تبتدي اول ما يحط راسه على المخدة تطلع الخبرات المؤلمة والهموم والاحزان والعواصف تعصف بيه. لكن ده يقول ان الهموم والاحزان استلمته النهار كله، يعني حتى في وقت مشغوليته وفي وقت انشغاله الهموم والاحزان مش ايه؟ مش سايباه. احساس صعب الانسان بيجوده، انه منسي ان الله حجب وجهه، الهموم والاحزان تعصف بيه من كل ناحية. اجعل هموما في نفسي وحزنا في قلبي كل يوم. الى متى يرتفع عدوي علي؟ ومعنى الارتفاع يعني العدو هو اللي اخد الابر هاند، اللي اخد الايه؟ السيطرة واليد العليا، يرتفع عليه مسيطر عليه. ومين هو هذا العدو؟ الشيطان، الخطية. الى متى ترتفع الخطية بسلطانها وسطوتها علي؟ عشان كده المزمور ده ينفع من مزامير مناجاة التوبة، لما يبقى الانسان حاسس ان الخطية ليها اليد العليا في حياته، مش قادر قدام الشهوة، مش قادر قدام الانفعال، مش قادر قدام الغضب. يقول لربنا الى متى يرتفع عدوي علي؟ حد امتى الخطية تسيطر في داخلي؟ عشان كده بنقول ان داود قال المزمور ده بعد ما عمل خطيته اللي زنى فيها واللي قتل واللي كذب، وجه التأديب والتخلي في فترة ثورة ابشالوم ابنه. الى متى يرتفع عدوي علي؟ الى متى؟ انظر واستجب لي يا ربي وإلهي. تساؤلات، لحد امتى يا رب؟ حد امتى الخطية يكون ليها سلطان وسيطرة في داخلي؟ اذا الانسان عايز يتوب ويتغير، لكن يلاقي ان الخطية قوية عليه، منجذب اليها، خاضع ليها. فده الجزء الاولاني اللي فيه شكوى وتذلل امام الله وعتاب لله. لحد امتى يا رب انت نسيني؟ لما يحس الانسان الخطية بتقوى عليه، وفي حاجتين صعبين قوي لو لفوا الانسان وحوطوه يفتكوا بيه: شهوة في القلب وظلمة في الفكر. شهوة في القلب رغبة ملحة بتلح على الانسان مسيطرة عليه، تتعب الانسان جدا، تمرر حياته. والمصيبة الاكبر لو الفكر بقى كمان في اللحظة دي كان فيه ايه؟ ظلمة، ما فيهوش نور، ما فيهوش استنارة. الافكار تجيبه وتوديه وتيأسه وتحبطه بسبب الشهوة اللي جواه. تقول له مفيش فايدة، ده انت جواك شهوة متمكنة منك، مالكش نجاة، مالكش خلاص، مالكش رجاء.
الظروف دي مر بيها داود من بعد خطيته، مالكش قيامة مرة تانية، مالكش عودة مرة تانية. لما تبقى الشهوة مسيطرة والفكر المظلم الميأس يلف العقل ويصرعه، يبقى الإنسان مسكين جدا وتعبان جدا. شكوته يعقبها توسل إلى الله. والجميل في هذا المزمور إنك إزاي تحول الشكوى والإحساس بالضيقة والإحساس بالألم وبالترك وبالتخلي إلى دافع إن أنت تصلي. مش تقول إن ربنا نسيني خلاص أنا كمان إيه هنساه، لا. إذا كان في إحساس بإن الله نسيك، حول الإحساس ده لإيه؟ لصلاة. حوله إلى توسل. وده كان الجميل جدا في داود، إنه ما كانش يستحمل أبدا إن ربنا يحجب وجهه عنه. لا تحجب وجهك عني. فعشان كده بالرغم من الخطية اللي كانت موجودة في حياته، إلا إنه توسل إلى الله. حتى لو كنت يا رب نسيني، لكن انا بتوسل اليك انك ما تنسانيش، انك تفتكرني، وانك تفتكرني بانك تعمل حاجة في حياتي، تصنع شيء، تفتقدني بعملك. طب ايه العمل اللي انت عايزه يا داود؟ انظر واستجب لي يا رب وإلهي. انظر يعني بصدي، ده العمل اللي انا عايزه منك، انك تبصلي. يكفي انك تبصلي، هتعرف حالتي وهتعرف تعبي وهتعرف احتياجي، هتعرف كل حاجة. مش عايز منك حاجة غير انك تبصلي. انظر لي، شوفني يا رب، واستجب لي يا رب وإلهي. استجب لتوسلي بانك تنظر الي. لما تقرأ في العهد القديم تعبيرات جميلة جدا لحكاية نظر الله، يقول نزلت لأنظر مذلة شعبي، نظرت مذلتهم. الله لما ينظر ويتطلع إلى الإنسان يعرف كل ظروف الإنسان، فهو بيقول لربنا حطني تحت عينيك، ما تحجبش وجهك عني، خليني تحت عينيك باستمرار. أنر عيني لألا أنام نوم الموت. أنت تبصلي، ومش بس تبصلي كمان وإيه؟ وتنور لي عيني علشان أشوفك. يعني أنت يا رب تبصلي وتنور لي عيني لكي ما أراك أنا أيضا. إذا كان الإنسان في ضيقته وفي سقوطه وفي زمن التأديب لا يستطيع أن يرى الله، زي عروس النشيد لما دخلت ونامت من غير ما تاخد حبيبها معاها، تقول طلبته فما وجدته، طلبته فما وجدته، مش لاقياه، حبيبي تحول وعبر، أدبر أدبر يعني جري بسرعة. لما دخلت في زمن التأديب والترك والتخلي، لكن هنا بيطلب من ربنا انك تبصلي وتديني ان انا اشوفك. انر عيني علشان الظلمة اللي بتلف بيا والافكار ظلمة العقل دي تديني الاستنارة، لانك لو ما نورتش عليا انام نوم الموت. والموت هو الظلمة الايه؟ الابدية، الظلمة العميقة. لألا أنام نوم الموت بسبب الخطية، والخطية هي ظلمة، والاستنارة أو أنر علي هي حياة التوبة. اديني إن أقول للخطية لأ، أقول للشهوة لأ، أقول للفكر المظلم لأ، أخذ استنارتك. وده اللي المسيح عمله مع المولود أعمى، إنه مش بس فتح له عينيه ولكن إداله استنارة روحية. عشان كده الكنيسة بتقرأ انجيل المولود اعمى في احد التناصير، احد التناصير اللي هو احد العماد، لان المعمودية هي استنارة. عشان كده لما بتعمد تبص تلاقي زف الاطفال ومسكة لكل طفل ايه؟ شمعة منورة، لانه المسيح انار عينيه
أنار بصيرته بالحياة الجديدة، حياة التوبة، حياة القداسة، لأن التوبة هي معمودية جديدة للإنسان. أنر لي عيني لألا أنام نوم الموت، أفضل في الظلمة الأبدية أشوفك يا رب. وإذا كانت التوبة حياة الاستنارة، فالاستنارة هي أن احنا نشوف ربنا. عارفين الابن الضال لما تاب عمل ايه؟ شاف ابوه. ادي التوبة بتاعته، انه شاف ابوه. الابن الضال لما كان في الخطية كان الاب محجوب عن الابن، ما كانش شايفه. الابن ما كانش شايف الاب، لكن في توبته شاف الاب. فعشان كده الانسان بيقول للربنا انر عيني عشان اشوفك. والجمال في هذا المزمور ان الكنيسة رتبته لنا في صلوات باكر الصبح. المزمور ده من مزامير باكر، والانسان كده بيستقبل اليوم وبيستقبل نور الصبح، بتفكره انه يطلب الطلبة دي زي ما بتستقبل نور الشمس اللي بتشرق عليك عشان تبتدي تشوف الكون وتشوف طريقك، انك تطلب الطلبة دي. انر عيني عشان اشوفك يا رب، انت اهم. وقبل ما اشوف الكون وقبل ما اشوف الخليقة اشوفك انت. انر عيني لألا انام نوم الموت، لألا يعدي اليوم وانا مش شايفك وانام، بس نومي بالليل ده هيكون نوم الايه؟ الموت، لاني ما شفتكش. فهنا هو مر باربع ظروف محزنة جدا. الظرف الاولاني ظرف الاحساس بالوحدة، ان لوحده لان ربنا نسيه. احساس بالخجل، مكسوف لان ربنا حجب وجهه عنه واهمله، عشان كده هو خجلان من نفسه. احساس باليأس لان الافكار عصفت عليه وعدوه ارتفع عليه. احساس باليأس لان هموم وحزن في قلبه. ورابع احساس، احساس بالظلمة لانه مش شايف ربنا، عشان كده طلب انر لي عيني لألا انام نوم الموت. فاذا كنت حاسس انك وحيد او لوحدك معكش حد، اذا كان عندك احساس بالخجل لان الله حجب وجهه عنك واهملك، او احساس باليأس لان الهموم والحزن في قلبك كتار، او احساس بالظلمة انك ما انت شايف، فتوسل الى الله وقل للربنا انا لي عيني لألا انام نوم الموت، لألا يقول عدوي قد قويت عليه، لألا يهتف مضايقي باني تذعذعت. كأن الآية دي عبارة جميلة، الانسان بيقولها لربنا ما تخليش عدوي يشمت فيا، ما تخليش الخطية تشمت فيا، ما تخليش الشيطان يقول اني قويت عليه، انتصرت عليه وغلبته وكتفته وربطته. ده انا رب اللي مخلوق على صورتك، ده انا اعمال يديك اللي انت صنعتها، لا ترفضها ولا تتركها عشان العدو ما ياخدهاش ويقول انا قويت عليها. ما تشمتش يا رب الخطية فيا، لألا يهتف مضايقية، اللي تضايقني واللي بيجعل هموم وحزن في قلبي، لأن الظروف تهتف وتقول ان انا زعزعته، ما خلتهوش ثابت. عشان كده توسل الى الله عميق، بان الله يصنع شيء في الحياة. اما انا اذا كانت دي الافكار اللي بتعصف بيا، لكن انا بقى ليا رجاء. والجميل اذا كان المزمور بيبتدي بالشكوى وبيبتدي بالاحساس بالرفض والاحساس بالنسيان، الا انه بينهيه نهاية جميلة جدا، وكأن الله في اللحظات اللي رفع فيها قلبه استجاب لي ايه على طول. اما انا فعلى رحمتك توكلت، دي الثقة اللي حطها في رحمة ربنا. انا متكل على رحمتك مش على حاجة تاني، مش على بري ولا على شطارتي ولا على شوية الصلوات اللي انا بصليها
ولا شوية الأصوام اللي أنا بصومها، ولا شوية الصدقات اللي أنا بديها، ولا شوية مرواح الكنيسة، أما أنا فعلى رحمتك توكلت، مش على أي حاجة تاني. حطيت كل ثقتي في رحمتك، رحمتك التي لا نهاية لها، حطيت ثقتي فيها. عشان كده رحمة ربنا دي هي الملجأ الوحيد لينا، ملناش غيرها. لولا مراحم الله ملناش أي كيان ولا أي وجود. أما أنا فعلى رحمتك توكلت، فلما حطيت ثقتي واتكالي على رحمتك كانت النتيجة إيه؟ يبتهج قلبي بخلاصك، يفرح قلبي جدا بالخلاص اللي انت بتصنعه ليا، بخلاص من الخطية، بخلاص من العدو والشيطان، بخلاص من الظروف، بخلاص من الترك والتأديب والتخلي، بخلاص من النسيان، بخلاص من الهموم والأحزان، بخلاص من انحجاب الوجه. يبتهج قلبي بخلاصك. عشان كده الكنيسة عايزة تفرحني كل يوم لما بتحطيلي المزمور ده في صلاة باكر، تقولي كل يوم اطلب من ربنا وقول له انر لي عيني لألا انام نوم الموت، فربنا ينور في حياتك فيبتهج قلبك بالايه؟ بالخلاص. يبتهج قلبك بعمل ربنا، يبتهج قلبك بهذا الخلاص. عشان كده كم من مرة بتفوتنا بهجة هذا المزمور لما بنعدي عن المزمور ده من غير ما نصليه، او من غير ما نصليه بفهم وبتأمل. لكن لما تحط اتكالك وثقتك في رحمة ربنا يبتهج قلبك بخلاص ربنا. القلب اللي كان كله هموم واحزان صار مليان ببهجة، بهجة الخلاص. اغني للرب، وهنا تتحول النوح والشكوى والبكاء الى اغنية. واغنية للرب، فرحة بربنا واغنية لربنا. اغني للرب لانه احسن الي. ترجمة احسن الي يعني اعطاني كل ما ارغب، اعطاني كل ما ارغب. ده احسان ربنا انه افتكرني، وافتكرني مش بمعنى تذكرني بكلمتين او بشوية مشاعر وسأل عليا بكلمتين، لا، ده تذكرني بانه صنع في حياتي شيء، بانه اعطاني عطية، عطية الخلاص، صنع في حياتي شيء عملي، تعامل معايا بسخاء واداني اكثر مما اطلب او اسأل او افتكر. عشان كده حتى داود في ثقته وفي اتكاله على الله الشديد جدا قال لأن الله ايه؟ احسن بصيغة الماضي، مش لأن الله سيحسن الي، لكن لأن الله احسن الي. دي صلاة الواثق من رحمة ربنا في نفس اللحظات اللي صرخ فيها الى متى يا رب تنساني، صرخ فيها لأنه احسن الي. عندما توسل الى الله وطلب من الله لئلا يقول عدوي اني قد قويت عليه. وزي ما اتفقنا ان في كل مزمور لازم يبان شخص المسيح. المسيح هنا في المزمور ده بان فين؟ بان في كذا حاجة. فاول حاجة ان المسيح هو النور، انر لي عيني، انا هو النور الايه؟ حقيقي، الذي يضيء لكل انسان اتيا الى العالم. بل في بهجة الخلاص، لان المسيح ليس باحد غيره الخلاص. وايضا بان في الفترة اللي المسيح جاب فيها التخلي على خشبة الصليب، لما صرخ الهي الهي لماذا تركتني، ما هو ده، لماذا تنساني، لماذا تحجب وجهك عني. لما صرخ المسيح على خشبة الصليب وهو يحمل خطايا البشرية كلها ويحمل جسد البشرية في جسده على الخشبة، عشان كده دي صرخة المسيح. لكن كانت فرحة المسيح وأغنية المسيح على الصليب. افتكر الشيطان انه قوي على المسيح، انه ارتفع على المسيح، انه انتصر.
هدف مضايق المسيح ان المسيح قد تزعزع، لكن المسيح ما تزعزعش، اتكل على الله فلينجيه ان اراده، فلينزل من على الصليب زي ما كانوا المضايقين بتوع المسيح بيستهزأوا بشخص المسيح. عشان كده ايضا هذا المزمور مزمور نبوي بيورينا عمل السيد المسيح على خشبة الصليب. في المزمور ده في ملخصه يورينا مبدأ هام جدا مهم لحياة الانسان، ان الله بدونه تصبح الحياة مستحيلة. الله من غيره حياة مرة، الله من غيره الحياة ظلمة، الله من غيره العدو يرتفع عليا. عشان كده الانسان اللي بيتمتع برؤية قلبية باستمرار لوجود الله في حياته، شايف ربنا باستمرار، ده الانسان المنتصر، الانسان المبتهج، الانسان الفرحان. اطلبوا باستمرار رؤية ربنا في حياتكم، انكم تبقى عندكم الرؤية القلبية، انكم شايفين حضور ربنا في الحياة. حتى لما اغلط قول لربنا لا تحجب وجهك عني، استحمل اي حاجة الا انك تحجب وجهك عني. ترجعوا القايين في الاصحاح الثالث من سفر التكوين، لما غلط يقول انا هخرج ومش هشوفك، هخرج من امام عينيك، ما كانش عايز يشوف ربنا. لكن داود لما غلط يقول له ربنا ايه، لا تحجب وجهك عني. ده مزمور 13 بيقول لنا الله الذي بدونه تصبح الحياة مستحيلة، مستحيلة الاحتمال.